السؤال ده يجاوب على طول على اللغز اللي كان داير الحقيقة طول الفترة الانتقالية ومباشرة بعد الثورة في البحث عن المستفيد والبحث عن الجاني. الجاني ظهر والمستفيد ظهر. الجاني هم الجماعات الإرهابية اللي تشكلت بصورة يعني كبيرة الحقيقة في المنطقة دي، مستغلة الفراغ الجغرافي والطبيعة الجغرافية اللي بتسمح لها بالتواجد في المكان ده. هذا هو الجاني. المستفيد نظام الإخوان المسلمين الحقيقة، لأن هؤلاء الناس كانوا بيدعموا نظام الإخوان ومرشحيهم والرئيس السابق، وبصورة ظاهرة للكفة كانوا بيدعموهم حتى في الفعاليات السياسية. وكنا بنلحظ، أنا كنت بشتغل في شمال سيناء في هذه الفترة، كنا بنلحظ الحقيقة أن بيتزامن مع كل تفجير للغاز، ده التفجير رقم 16 للعلم اللي هو تم فجر اليوم، كنا بنلحظ ان في عملية التفجير دائما ما يكون هناك مطلب سياسي عايز الاخوان يقبضوه من القاهرة، يبتزوا به المجلس العسكري السابق اللي ادار المرحلة الانتقالية، يربك المعادلة بطريقة ما ويثبت ان انا عندي زراعة عسكرية قد تربك لك المشهد أو قد تعمل لك عملية إرهابية ياخد استحقاقاتها هنا في القاهرة. ولكن الكلام ده طبعا لم يكن واضح للعامة، وما كانش الجمل بسيطة زي ما هي بتتقال كده دلوقتي، ما كانتش في وقتها بهذا الوضوح، بس احنا للأسف أو هم للأسف في لحظة كاشفة. فظهوره النهاردة، ظهور التفجير فجر اليوم، أظن إن هو أزال بقى الستار وبان مين اللي بيمارس العنف بقاله 4 أيام أو 5 أيام، مين داخل على المشهد بيعتمد العنف كنوع من المقابلة مع الجمهور بشكل عام اللي بيمارس سلمية وبيقدم، وهنحلل ونقول الأطراف الأخرى، لكن بان كويس قوي مين الطرف اللي هو بيمارس العنف. موصول بأحداث المانيال، بالخبر اللي حضرتك زعتيها الطائفي الكريه جداً بتاع الأقصر، أحداث طائفية أخرى في المنيا، أحداث طائفية قبلها في أسيوط، عمليات مسلحة في أسيوط. هو خط واحد بيحاول يقول أنا موجود، هذا هو سلاحي اللي بقاوم به الجانب الآخر. الجانب الآخر كتلة مصر متظاهرين سلميين ما لم يضبطوا طول المسار ده بممارسة أي نوع من العنف. حضرتك يعني ذكرت المستفيد من هذه الحوادث، الاستفادة داخلية فقط؟ لا، على المستوى الداخلي؟ لا طبعا، لا طبعا، مش داخلية فقط. كان ساعة المجلس العسكري، توقيت المجلس العسكري السابق المرحلة الانتقالية، كان بيحاول يصور للخارج ان الموضوع مرتبك وان الموضوع فيه دلالات وان الموضوع الامور مش مستقرة. يعني المجلس العسكري السابق كان بياخد المشهد كله، بياخد البلد بأوضاعها السياسية وعايز يحطها بسرعة على طريق الاستقرار. نفس وهم كانوا بيقاوموا ده بتفجيرات وبعمليات أخرى إرهابية، كان منها مقتل الجنود الستاشر في رفح، كان قبلها عمليات إرهابية ضد قوات الشرطة، أكتر من 15 عملية استهدفوا فيها قوات الشرطة، قوات الجيش بشكل صريح. الكلام دوت يفتح ملف كبير، يفتح ملف ان اللي موجودين في القاهرة في الذين يديرون المرحلة الانتقالية غير قادرين على إدارة المشهد. ده كان الرسالة السابقة. تحمل المجلس العسكري السابق وكان معني قوي ان هو يوصل بالبلد لمرحلة الاستحقاقات السياسية. تسليم